السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الرابع. نكمل ما بدأناه مع درس ما أحسن أن نفعل مثلهم مع المفردات والتراكيب، وننتقل للإجابة عن الأسئلة. طبعا السؤال الثاني: تختار الضرب المناسب لكل كلمة فيما يأتي واكتبه في الفراغ. طبعا الضرب هو المخالف، هذا أقل غنيا وضار، مفيد ضدها ضار، وأكثر فضده ومخالفه أقل، فقير ضده الغني، أحسنتم، وغنى ضدها حلنا. ننتقل إلى السؤال الثاني: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. يعمل والد مهند صحفيا، أي يعمل في السياحة والسفر، تأليف الكتب، الإعلام ونقل الأحداث. جيد، الإعلام ونقل الأحداث. أعجبني في اليابان جمهور كرة القدم. كلمة جمهور تعني اللاعبون، المشاركون، المشاهدون. أحسنتم، المشاهدون. من السياق نستطيع أن نعرف معنى الكلمة. عرض البحر يعني مياهه، وسطه، شاطئه. جيد، وسطه. استخرج من الفقرة الثالثة كلمتين تؤديان المعنى نفسه. بحثت ووجدت أن كلمة القمامة والنفايات تعطي نفس المعنى. ننتقل إلى السؤال الخامس: حدد معنى الكلمة التي تحتها خط من السياق. ما أحسن هذه العادات؟ تعني العادات التصرفات. تتولد الطاقة من عملية الحرق. عملية الحرق تتولد الطاقة من عملية الحرق. تتولد بمعنى تنتج. تنتج الطاقة من عملية الحرق. وبهكذا نكون قد انتهينا من الإجابة عن الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.